الحمد لله، نحن نقبل بما وصلت إليه ونعتبر ذلك هو قضاء وقدرا من رب الله، ولا راد لقضاء الله، ونقبل بكل ما جاءت به وزارة الداخلية من نتائج التحقيقات. ما وصلوا إلى هذا إلا نتيجة عمل دؤوب وعمل مستمر، وصلوا به كما نرى الليل بالنهار ليصلوا بهذه الحقيقة. ما الله أجرنا وما حدث قضاء وقدر، ونقبل بهذه التحقيقات.